سلام علیکم و سلامت گلو اش کانال کورد دیولوپرز ویدیو این همیل هیویه باشترین موبایلا سال 2021 که الدف تەکنیكارێت کوردستان و عراق یانجی بیشین تەکنیكارێت کوردستان و عراق دی کیش موبایل دیال خوبم با سالا بهتن اف ویدیو هنه سالانت هتا تومار کرن اف سالا سه اف ویدیو هتا تومار کرن الویرد و سپاسی آن همی تەکنیكارا بکم اوید گلمه دا بەژداربووین درست کرن آوه ویدیوی دا هر اصلا سپاس بوانا جی یک و ظروفک یانجی هر اگرک هبیتن نشوی بەژداربووین گلمه دا بنامه که اما گهدار کرین و افضل نشد بەژدار بیتن گل مدا. افضل جی و کی همی سالت چی؟ یعنی گلک تکنیکت نی در کتن که اوی باره هنی گلک بر پیش ببن. تا بعد جی اگر بحثی هندی بکنی که افون بایل ترور ما تو هنر چماندن. اوی جی کاریگری که گلک آمازون هوا سامسونگ دوم بایل بالاف کردن، هواوی دوم بایل اگ بالاف کردن، اوپو این بایل اگ دادیار کردن، نزیک هنر جی دوم بایل اگ بالاف کردن. یعنی مستقبل پتری بر افون بایل و چی تفترون ما تو هنر چماندن. هر واسه گلک تکنیکت نی در جی در کتن. و هم نشین ناوه همی ها بیشین ایک ایک ابدایی ندیار کرن چکو اف ویدیوه یا گریده اپ کاره که دیتر به اش بیر نکن دی دسکریپشن ها ویدیوه وکن دی لینک ات وان کانالات ادا بینن افید گلمه دا بەژدار بوین درست کرن ناوه ویدیوه دا کو گل اک حوالن کانالت وان ها وکن کانالت وان سبسکرایب کن و کانال همیشی سبسکرایب کن اش بیر نکن و به ویدیوه جی شیر بکن اد گل حوالت خو و لایکش اش بیر نکن افجاره دی پیچک جواسر دست پیکن دست پیک از دی دست پیکم که کش موبایل دفن باشترین بو یان دی کش موبایل گل خوبم بو سالا بهتن لبتن ایک تبینیل ورده بیجم نشرت هر حوال اک تنه موبایل اکی بیجیتن چکو گل اک شوانا وگاوه دو موبایل اپ کارتینن یه های موبایل اکیت گل خوب کارتینی چند سفر اکیت کرد یه های موبایل اکیت کارتینی تای بد بو سوشیال میدیا اینستگرام اسناب چاته و حتی دو ماهی که وجال ویژی بزانن که هر حوال اکید بیتن شو موبایل اکی زیده تر بیجیدن الدفم خوب و افصالا باشترین موبایل الدفمن از دو موبایل ها جایگیرم اکشوانا آیفون 12 پرو ها که هف ویدیویت کنالم دا همی اپو این بایلی تینه تمار کرن هف از دتری سال اکی هف موبایل هال گلمن دید گل خوبم با سالا بهت جی تای بد جی مرم امنا سرکیل ویری ها و اکم تشت تمار کرن ها ویدیویت من اوید کت یوتیوب ایدا تینه خاره همی پرکاو این بایلی تینه تمار کرن حتی بگو به اس محتاجی هنده نبویم اکید کامیرا دی باشتر بیتن لی اوه سال اگزیده تر از افیب کارتینم با گرتنا ویدیو یانجی وین ثامنیلا و حتی دو ماهی که هر تشتگید کنال من یوتیوب ایدا به تخواره پریکا کامیرا آیفون 12 پرو تهتا تو مار کرن قبار اگه بجی که هی و کامیرایش راستی اف محتاجی هم به هی همیه با متقطی نیتن موبایل ها دوی جیل دفمن که باشترین اف سال با سامسونگ Z Flip 3 بو اف موبایل هنه تای بعد جگه بحث بیتین موقعی که کارینا حتی پیدا چون اگه جمل سر کر بو قباره اگه گل اگه گنجای ها بو یعنی شاشه اگه تمام ده های یا مازن و تو چه موبایلش دمت گیری قباره اگه گل اگه بچیکتر لیتن و حل گرتناوید بری که مرو ویدا گل اگه خوشتره چون که قباره اگه کاریگر یا خواه ای اوه ای یا دوی وقت چپ سرجی سناب دراغون 888 مه بو اوه 5 نانومتری کار اگه گل اگه باش سراد بکرن لذاتی های باش سراد بکرن در کماسیش دیده ها بو نکو اون وایل اگه باتمان بو تای بعدش لای شحنه و گل اگه ماسی ده بو شحنه های گل اگه باطیه یعنی پید وی جمارت ماستر حتی تو بشه پتر وین وایل کار بینی و یادی تر جی با مثلا اف رونماش در و اگه تو کار تینی بو گرتنا وینت سیلفی اوه ایکش کاری توی گل اگه باش بو لهش تا اف رونماهت وید بیتا کستوم کرن و گل کار دیتر جی پی بکی و بس الدف من اف موبایل تنه باشترین سال بون آیفون 12 پرو دید گل می بیتن حتی از کامیره گت کرم زد فلیپ جیم اپ کارینا موقعی که باش راستی کارینا نگاه گل اکا جواز بو بری تو سحکی اف ویدیو وان حوالا گو افید که هرشون الدف و کش موبایل باشتره یانجی دی کش موبایل گل خوب انا سالا بیتن گلاس خوی قهوه حاضر که یانجی چای که یان هر تشتکی دی تو حجت که چون کد بیت ویدیو اکا درش بیتن لید خوشی اکا گل اکا جدا پی بی گل مبمینن و سحکنه حوالت ما کال دفانا کش موبایل باشترینه مرحبا شباب وياكم سيف الدين من قناة سكتك. بالنسبة للهاتف اللي راح يبقى وياي لسنة 2022 هو الايفون 12 برو ماكس. بلشت استخدام الجهاز بداية سنة 2021 بعد ما كنت استخدم هواتف اندرويد لعدة سنوات، لكن شغلتين مهمات خلتني انتقل من الاندرويد لأبل. الشغلة الأولى هو الإيكو سيستم، لأن شغلنا بالقناة من مونتاج وإدارة ملفات دائما نستخدم أجهزة أبل، فعملية نقل ملفات بين الهاتف أو الكمبيوتر أو الآيباد صارت سهلة جدا. هذا الشيء راح يخلي نظام أبل هو أنسب خيار إلي حاليا. أما الشغلة الثانية المهمة جدا بالنسبة إلي
اللي خلتني أختار الآيفون 12 برو ماكس هو جودة الكاميرات. أقدر أقول حسب خبرتي مجال التصوير إن أفضل كاميرا هاتف ممكن تحصلها هي كاميرا الآيفون 12 برو ماكس، وهسه حالياً أكيد كاميرا الآيفون 13 برو صارت أفضل، لكن الفروقات اللي صارت مو كافية حتى أحول من الآيفون 12 برو ماكس للآيفون 13، وفضلت أنتظر الآيفون 14. لكن إذا أنت شخص عندك آيفون 11 أو أقل، فبالتأكيد الآيفون 13 خيار جداً مناسب خاصة لمحبين التصوير. بالأخير تحياتنا للمتابعين، وشكراً حبيبي أسامة على الاستضافة، جداً سعيدين بالتواجد وياكم. سلامتان لبتوم کاتتان باش سردارم لکیتیان و خوشحالم که لم فیدیو را باش دارم. بگو من ممو کاتی سال که دبیت به تروانین خو من موبایل یک وکو باشترینی سال حلب جاریم. با من آیفون 13 پرو ماکس وکو باشترینی سال 2021 حلب جاریم. حکر گلی کن. حکر کن بپختی و با کرتی اماجا پیدا کم. یکم بونی او کامیرانای بی کل سر آیفون 13 پرو ماکس و بونی تابد من دی سینماتیک مود به تایبتی وای کردوه که آیفون 13 پرو ماکس سلب جرم و کاری کتر و همیشهش اوش شتموتو تا بونی چیپ به هزکیتی که با امسالیش اپل نوی کتری لیدر کرویش بیتی i15 بایونیک که وای کردوه موبایل که پیویستی به پاتریکی کمتر بیتو هر امشو وای کردوه امسال آیفون 13 پرو ماکس برگه ایکی باشتر دگرید لطاونه وکانی پیشتری. هر وقت لبیر من نتزید رون مانای ابکی امسال که بریتی لپروموشن دیسپلی لسر آیفون جی جیر که او تیک رانوی بنوی 120 هرتزا. سرباری همو ام نوی کاریانی اپل لناو برهمکی دا اوی که زیادر والا من دکات برهمکانی بسر برهمکانی تر دا حلب جیرم بریتی لبونی ایکوسیستمکی. من لبروی سالانه که لناو ام ایکوسیستم کار دکم دکره بلم چند اپلیکیشنی که دیاری کراو هی برگاهم بکاری دینم بکارانی خزمت بزاری های کلاود و هر وحا هبونی امری تری اپل وای کردوه لدور نکوم و لبرهمکانی اپل نمونه زیندو هبونی اپلیکیشن کانی وکو پیکسل میتر و لوما فیوژن و پروکرییت و چندین اپلیکیشنی تره کرد بداخوا جگروی که باش نیه لسر اندروید با هم اپلیکیشنانه برحال هاکر زارن اما تروانی نیمنه توش دکره تروانی نیکی تری جواز تبید لکوتای دبیرم نچید دکره بلین به پیوری جواز جواز موبایلی جواز تر حلب جرین بلان با من بریتی بوله 13 پرو ماکس خوشحال بوم هر شاد بن مرحبا ما نجمسی مقناة التقنية العربية الان سؤال افضل جهاز لهذا السنة شوية غريب لانه هذا السنة عندنا هواي اجهزة جيدة لكن الخيارات قليلة فعندنا مثلا شاومي مي 11 الترا جهاز جدا جيد جربته بنفسي اشتريته من الصين لانه ما متوفر رسميا وحتى لو راح تشتريه منا مثلا راح يكون بدون ضمان بنظام صيني وهواي بمشاكل هذا واحد من الخيارات الجيده لكن ما موجوده خيار ثاني راح يكون البيكسل ايضا جهاز ممتاز لكن ما متوفر رسميا لو راح تشتريه راح تشتريه بالعراق ب 1200 دولار وبدون ضمان نفس الموضوع سعر غالي بدون ضمان وأطلق أيضاً أجهزة ثانية قوية متوفرة رسمياً مثل الزي فليب 3 من سامسونج لكن هذا أجهزة أسعارها 1400 دولار أسعار جداً عالية وصدقاً أنا ما مستعد أدفع هذا السعر النوت ما توفر هذا السنة فبالنهاية تلقى نفسك أنه سامسونج S21 ألترا هو يكون أفضل خيار لأن حتى هذا أفضل خيار أنا ما استخدمه لأنه وزنه مزعج فجهاز الشخص هو الأوبو رينو 6 برو لكن لو راح نحكي على أفضل خيار بأفضل كاميرات بأفضل من ناحية كل شيء بأسواقنا بالعراق على الأقل راح يكون السامسونج وأيضا الآيفون خيار ممتاز هذا السنة لكن أنا شخصيا ما جرب الآيفون ولا أستخدمه فهذه خيارات لي أفضل أجهزة السنة أكو هواي خيارات مثل ما قلت لكن لما تيجي لأسواقنا راح تلقى خيارات محدودة وكل أجهزة اللي أطلقت أما ما توفر رسميا أو أسعارها جدا غالية وهذه خيارات لأفضل الأجهزة شكرا لكم على المشاهدة وشكرا لصديقي أسامة على هذه الاستضافة الجميلة سلاي خواهي قررتاني بخوشيستان من محمد مادي خاور كنالي سلاوتيك سلاو رزن بو همو بينيراني كنالي كلي فولوبري يودر همتان ساغو سلامت بن وهمشا سلامت بن ولخوشيه طبعا باشتری موبایل پدای منو با سالی 2021 اما الحمدلله براسی لکنالی که خومو ل2018 تا کوی استا ویدیو دیاری کنی باشتری موبایل کنی سال بلاده کم و با بینرکانی خوم
بۆیە پێم وایە بەڕاستی بۆ باشترین مۆبایلەکانی ساڵی 2023 بەڕاستی خۆتان زان زۆر مۆبایلی باش بڵاوکراوەتەوە لەم ساڵەیە لە هەموو ڕۆیەکەوە بەڕاستی بۆیە من دوو مۆبایل بەڕاستی بەلامەوە باشترین مۆبایلی ساڵە بۆیە من دەڵێم دوو مۆبایل چکە نابێ ئەو مۆبایلە بێ ئەو مۆبایل کە بڵێم و ناژوێ مۆبایلەکەیت بێ مۆبایلەکەیت کە بڵێم لەبەرچی لە بڕووی بەڕاستی یەکەم باشترین مۆبایل بەلای منەوە بۆ نرخی بەرز وا تاگە نەفەرێک حیساب بۆ پارە نەکە و پارەی بەلاوەگرنگ نەبێ ئایفۆنی 13 پرۆ ماکسە و باشترین مۆبایلیش بۆ بژاردەی نرخ کەمی لە ڕووی هەموو شتێکەوە گوگل پیکسلی 6ە تەوانەوە دوو مۆبایلە بەڕاستی یەکێک لە باشترین مۆبایلەکانی ساڵن ئایفۆنی 13 پرۆ ماکسی بۆ هەموو شتێک بەڕاستی زۆر زۆر باشە ئەگەر جێنە دێت نرخی مۆبایلی بەڕاستی ئەو بەلایمەوە باشترینی ئێستا وەگە بەڕاستی کەسێکی بی بتوێ تۆزێک بە پارەیەکی هەرزانتر لە ئایفۆنی 13 پرۆ ماکس مۆبایلی باش بکڕی ئەوە گوگل پیکسلی 6ە اینجا هیوادارم بەڕاستی بژاردەکانی منتان بەدڵ بێ و هیوادارم چێژە ڤیدیۆکەتان بینیوێ سلاف هەڤاڵان هیوادارم این هەمیت باش بن ئەجار فەیسا دیالۆ دەما و ڤیدیۆ ئەز دی بەرسڤا پسیارا هەڤاڵێ خۆ ئۆسۆمەیدەم گوگوتەم جاب دیتنا تا باشترین موبایل بۆ ساڵا 2021 کیش موبایلە دیتنا من باشترین موبایل آیفۆن 13 پرۆ ماکسە بوچی از اینوکه با سی اگر بشم و اد بینم که آیفون 13 پرو ماکس باشترین آیفونه که حتی نوکه هارو بیتر درست کردن که پرانی و آریشید بر اینوکه کمپانی اپلای یه توی موبایل دا چاره سر کری نوکه دیو اگر بشم اگر ایکی بشین شاشوه حتی نوکه کمپانی اپل هندی امزانی که تکرا نیبونا شاشه 6 هرتز بو لپات آیفون 13 پرو ماکس دا یا کری 120 هرتز هلبت اوش تشتکی گلکی باش بو او دویتن بر اینوکه دا کر با بس با نوکه که هرچا آبت اوش تشتکی گلکی باش بو لپا اوش بیتا اگر هنده که گلک پاتری بچیتن لیل ویری کمپانی اپل تشتکی دیجی که پاتری و موبایلی جی گلک باشتر لیکر و مزنتر لیکر اوش گلک باش بو و گلک ها بدلیمه بو چون که براستی کمپانی اپل هر دم اواریشه های که پاتری و موبایل تو زیکاته تا خاره و اگر نوکشی ام بحثه اگر ای سیب کن که کامیره توی نه براسی کامیره توی گلک و گلک باشتر لیکری برمونا اگر ام بحثه وایت انگل بکن باشتر رو لیکری کوالیتی آوه و اگر ام بحثه بشه مایکرو بکن که زیده که لنوا کامیره دا که براسی اوه جیتش که گلک باشه که دقا بجین وینت مایکرو گلک و گلک یا برزه و اگر ام بحثه بشه که دیتر جیب کن برمونا بشه سینماتیک مود که براسی اوشی گلک و گلکی باشه راست و پتنی دست پیکه لپاد بشین آیفونت بهید دا اف بشه دی پتر برف پیش وچیتن اف جاب دیتن آمن آیفون 13 پرو ماکس باشتری موبایل جب و سال 2021 شلون کم شکم آکم انشالله کل بخیر و بصحة تمام انا هشام علي صانع محتوى تقني من بغداد جهاز الموبايل اللي اختاره كافضل موبايل جربته في سنة 2021 هو جهاز صار عليه جدل كثير بسبب غلاء سعره ولكن على الرغم من هذا فان رينو 6 5G من اوبو هو موبايلي المفضل لهذه السنة رينو 6 يتمتع بجودة تصنيع اكثر من رائعة سوفتوير مستقر وسلس مع الكولر اوس شاشة رهيبة بالإضافة إلى بطارية أنطيها العلامة الكاملة ممكن أداء الكاميرا يكون ما بين الجيد والمتوسط بس أنا أعتمد على البيكسل في التصوير الفوتوغرافي والآيفون في تصوير الفيديو فأكيد ما راح يرضيني شيء أدنى من عندهم سعر رينو 6 5G وقت نزوله في العراق كان 499 دولار ولكن هذا الجهاز أعتبره أفضل موبايل جربته في هذه السنة شكرا أسامة على استضافتك وسنة سعيدة إن شاء الله على الجميع سلامي خواهي قولتان لبي من منصور بالباسم لتيك بلاس سوا خمان بخوش حال لزانين كالالعين تناري كل ديفلوبر سوا او شرف ما بيدرا كبجداري بكين لدياري كرني باشتين موبايلي سال بو سالي 2021 وخوتان لزانين قش كومبانيا كان لم سال دا بشي چيزوري موبايلي ان راقيان بتعبد موبايلي ازبرس اوه ايزي قيدا خواه بشي چيزوري ام موبايلان انرخيان برز بو تاكو سلو هزار دولار نرخەکانیان ڕۆشت و هەروەها ئێمە لەلایەن ستافی تێک پلەس و لەلێوان خۆمان ڕاوێژێکمان کرد بۆ ئەوەی باشترین مۆبایلی ساڵ دیاری بکەین و باشترین مۆبایلی ساڵیشمان لەسەر دوو بنەما دیاری کردووە یەکەم بنەمامان باشترین تایبەتمەندی لە بەرامبەریدا باشترین نرخ بۆ ئەم ساڵیش دوو مۆبایلمان دیاری کردووە کە یەکەمیان مۆبایلی شاومی 11 تی پرۆیە شاومی 11 تی پرۆ مۆبایلێکە کە خاوەنی چارەسەرکەرێکی سنابدراگۆنی 888 5G 5 نانۆمەترا و هەروەها خاوەنی ڕوونمایەکی جۆری ئەمۆلیدا کە HDR10 پلەس و دۆڵبی ڤیژن لەخۆ دەگرێت و هەروەها توانای نوێبوونەوەی 120 هێرتزە و خاوەنی 1 ملیار ڕەنگە ڕوونماکە و هەروەها کامێرای سەرەکی ئەم مۆبایلە 108 مگاپیکسلە و خاوەنی پاتریەکە بەهێزی 5000 ملی ئەمپێر و توانای بارگایی بوونەوەی هەیە بە توانای 120 وات
کە موبایلەکە لە ماوەی دە خولەکدا تا 172 بارگاوی دەبێتەوە و هەروەها لە ماوەی 17 خولەکدا تا 700 بارگاوی دەبێتەوە و جگە لە موبایلی شاومی 11 پرۆ موبایلێکی ترمانەیە کە موبایلی ریلمی جی تی یە موبایلی ریلمی جی تی بە هەمان شێوە خاوەنی چارەسەرکەری سناپ دراگۆنی 888 5G 5 نانۆمەترە و هەروەها خاوەنی پاتریەکە بە توانای 4500 ملیان پیر و توانای بارگاهی بونەوە هەیە بە هێزی 65 وات و خاوەنی ڕوونمایەکی ئەمۆلیدی فول ایچ دیە کە توانای نوێبوونەوەی 120 هێرتزە و خاوەنی کامێرایەکە ڕوونی 64 مگاپیکسل کە کامێرا سەرچێکەیەتی و نرخی هەردوو موبایلەکە لە نێوان 500 بۆ 530 دۆلارە کە ئەمەش باشترین نرخە بۆ موبایلێکی ئازبەرز و تایبەتمەندیەکی باش لە بەرامبەردا نرخەکەی گونجاو بێت لە کۆتاییدا زۆر سوپاس بۆ ئەم دەرفەتێک کە پێتان دایم بۆ دیاریکردنی باشترین موبایلی ساڵ بۆ ساڵی 2021 هەر شاد و کامەران بن و خواتان لەگەڵ سلام علیکم خۆشەویستان و خۆشحاڵم زارشتریاتمەوە خزمەتان من پشتیوانە بە چەنالی پشتیوان ڕیڤیوز لەگەڵتانم زۆر سوپاس بۆ چەنالی کورد دیڤەلۆپەرس کاگوسامە کە میوانداری کردین بۆی باشترین موبایلی ساڵ هەڵبژێرین بەڕای من باشترین موبایلی ساڵ بریتی لە ئایفۆنی 13 پرۆ ماکس بەهۆی ئەوەی چەند داهێنانی شکرد وەکو ئایفۆن دەنا وەکو بابەتەکانی تر بەگەر مقارنەی بکەین بە ئەندرویدەکان کۆمەڵێک شت هەیە دووبارێ بەڵام ئەوەی کە زۆر سرنجی منی ڕاکێشە گرنگی دان بوو بە خێرایی شاشەکە شاشەکەی کرد بە 120 هێرتز و لە ڕووی دیزاینەوە بەڕاستی بەدڵم نەبوو لە بەرەوەی دیزاینەکەی دووبارە بوو بەڵام وەکو پێکهاتەکانی تر کە چیپی بایۆنیکی تازە A15 هەڵبژارد بەوەی کە 5 نانۆمەترە و گیگاهێرتزی چیپەکەی زیاد کرد بۆ 3.22 و هەروەها گرنگی بە گرافیکیشدا کە کردی بە 5 کۆر لە 4 کۆرەوە کە ئایفۆنی 12 پرۆ ماکس گرافیکی بریتی بوو لە 4 کۆر و شتێکی تریشی گرین کە ئایفۆن داهێنانی تێدا کرد یاخود گۆڕانکاری تێدا کرد بەوەی کە بیرگەی ناوەکی بەرزکردەوە بۆ 1 تێرابایت و گرینگترین شت کە لەو ئایفۆنەدا هەیە بریتیە لە کامێرا و پاتری ئەوەی کە گرنگ بوو لە کامێرەدا کردی کامێرایەکی زۆر باشتری دانا بۆی سێنسەرەکەی گەورەتر کرد تڵەخکردنی پشتەوە فتحەکەشی کرد بە 1.5 کە ئەوە بەڕاستی ڤیدیۆیەکی زۆر زۆر نایابمان پێدەبەخشێت و دوو مۆدیشی بۆ زیاد کرد مۆدی پرۆرێس و سینەماتیک مۆد کە زۆر زۆر تایبەتە بەڕاستی لە کاتی ڤیدیۆگرافیکە سوودێکی زۆر زۆری بۆ ئێمە دەبێت کە پشتمان تەڵەخ بکات لە کاتی ڤیدیۆگرافیدا و بۆ سەروی 4000ش پاتریەکەی بەرز کردەوە و پشتگیری بارگاویکردنەوە تاوەکو 27 وات دەکات بەڕاستی من وەکو خۆم ئایفۆنم بەدڵ بوو لە کامێرا و شاشە و بە شاشە لەیش باشتر هەبوو بەڵام وەکو ئایفۆن من بەدڵم بوو بەڕاستی لە شاشە لە دیزاین بەدڵم نەبوو بەڵام لەوەی کە نوێگەری تێدا کرد تاوەکو ئێستا من پێم باشترینە بەهۆی ئەوەی سیستەمێکی زۆر نایابیشی هەیە دووبارە سوپاس سلام علیکم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للاستضافة على هذا الفيديو وتحياتي لكل المشاركين بهذه الحلقة السنوية لاختيار أفضل هاتف يروح وياك للسنة اللي بعدها وهي سنة 22 فبداية قبل ما أختار الأجهزة هل يوجد جهاز فلاكشيب لهذه السنة؟ طبعا ماكو جهاز فلاكشيب يستحق أنه تأخذ وياك لسنة 22 والسبب أنه الشركات أو الشركات المعالجات سنة 22 راح تنطينا معالجات مع الأربع نانو متر بالإضافة إلى فتشي حصري لهذه القناة ميديا تيك تعاون السري اللي راح يكون مع AMD ممكن راح ينتج عن جرافيكس راح يكون جدا عالي ومميز فبالتالي لهذا أنه أنصحكم أن تنتظرون معالجات الميديا تيك اللي راح تنزل بكثرة سنة 22 وأيضا من معالجات كوالكوم ولكن إذ مثل ما قلنا الـ AMD راح ينطينا تجربة عالية بمسألة الجرافيك وهذا الشيء راح يساعدنا بمسألة الكاميرات أو حتى مع مسألة الألعاب لمحبي الألعاب فالأجهزة اللي راح أرشحها لهذا السنة هي فقط أجهزة متوسطة بداية من شاومي عندنا بوكو X3 Pro هذا الجهاز مميز كسعر وكمعالج متميز وأيضا راح تضحي بمسألة الشاشة ولكن راح تحصل على سيريو سبيكر شحن سريع متواضع بالفئة السعرية أما اللي أعلى من المتوسط فراح أكون أو أختار الأجهزة الاثنين يا أما تختار الريلمي جي تي نيو 2 الجديد مع المعالج 870 أو تقدر تختار مسألة إذا تدور على كاميرات مميزة فعندك الشاومي 11T أيضا مميز مع دامنسيتي 1200 فتجربة هذه المعالجات الثلاثة سواء المتوسطة والفوق المتوسطة راح تكون تجربة حلوة ومميزة فبالتالي مرة ثانية أشكركم على الاستضافة وكل عام وأنتم بخير مع السنة الجديدة تحياتي لكم
ياكم كان مع مختار العراقي من قناة مختارتي. صاي خواتان لبيت من زانم خوان كنال زيزون. سرتاد سخوشي لك أسامة دكم بو برنامج زوانة كديكا سالانا وهروا بين ركاني لكنال كورد ديفولوبرز. من لم فيديوه باسي ودكم كا باشترين موبايل بلاني منوا لصال 2021 تيبوا خوي برنامك لسرويا وهروا للاي مني شوا كات موبايل كون بكار بهنم اوش بشي لكما. كاكريو باشترين موبايل ام صالا من بين باش بيت بلان بدستم نكوتو بداخوا اويشيان جوجل بيكسل 6 برو كا باشترين موبايل ام صالي دادنم براستي جوجل شتيكي زور زور نوازيكر خوت اندزانن كا الكاميرا زور باشا خوي او يوتيوبر كان دائما حزن الكاميرا شتي حزمه الجرافيك وكاميرا هيت موبايل اغنيه براستي درقت ايفوني بي الكاميرا تنها جوجل بيكسل هي كا اواني بتابتي حزن الاندرويد اذا اندرويد كي وازوان كا ويدسل جوجل اندرويد كي صاف و خامو اندرویدی خویتی چکه اندرویدی گوگلا انزا دیگل باش او تارا سر کری تین سر کدروستی کری یکم سر اوها سر کوتو براستیش تکی زور زور نوازه و دیزاینکشی و رونماکشی زور زوانه ای خوام چه موبایل اکی بکار دینم تا استا امسالا من چند موبایل اکی فلاکشیپ و میدرنج بکاری ناو بحکم وی که من باسی موبایل کان دکم رویم بوده کم زور زارم موبایل کان دا گورم من دو سه مانگ زارک موبایل دا گورم بلام اوی استا که زور زور لگلی مفتاحم نم گوری و بتمانیش نیم بی گورم حتا 2022 لگلی خوام دبم اویش اوپوی رینو ششی پرویا براستی اوپو خوی لروی سوفتویر و لروی روکار و زور زور موبایل که سرکوتو و زور بیکشه لروی هاردویر وش او رینو شش پرویا زور زور نوازه بزدی تمشاده که سنادراغوانی 77 سره من پیش و موبایل کترم لگدست بو جی تی بو یعنی جی تی که زور سرکوتو بو سنادراغوانی 788 سر بو بلام اویان زور لگلی مفتاحم لگلو 77 بگشتی موبایل که هم کیر و رونماکه رونماکم زور بدلا مولیدا 90 هرتز هم تابت مندکانی تری زور زور نوازه و موبایل که کدتوانی پشتی پی بستی دیگه متمنه زور سپاستان دکم و دست خوشی لکه گوسام دکم دوباره بجبور نگد ریجم شکرا اناس على هذه الاستضافه الحلوه و شکرا للاصدقاء اكيد الموجودين ويانا بالحلقه بالبدايه اناس انه طلبت من عندي اولا اعتذر على اجواء الكركبه اللي حاليا انا اصور بيها طلبت من عندي الجهاز اللي راح اطلع به هذه السنه الجهاز هو المي 11 الترا طيب شو الاسباب الأسباب أنه الديزاين الخاص بهذا الجهاز يعني مختلف عن الهواتف اللي موجودة اليوم بالسوق نشوف حرب التصاميم من بينهم يمكن يتميز المي 11 ألترا من ناحية التصميم ثانيا الكاميرا القاهرة اللي أنا اليوم أعتمدها بمجالات كثيرة بخصوص على نفسي واللي حاليا أنا أصور بيها ككاميرا حاليا استعرض بيها ثانيا الجهاز اللي يكون هو بين الاقتصادية المتوسطة هو توقع رمي كيو 3 برو لأنه جهاز قيمة مقابل سعر حقيقي فهذا الجهازين اللي أرشحهن لنهاية هذه السنة حبيبي ونشوف الأصدقاء اللي موجودين ويانا أكيد صلاح خوش هستان براون حيدرمو برايمن باشتري موبايل كلا سالي 2021 وكارم هناوه بكاتو لموبايلي سامسونج غالاكسي S21 Ultra لبره مكارن كيسا ماجان بيهم وكاريا كمان برايمن اوهكا دیزاینی که زور جوانی حمله پیش و حمله دو به تعبتی تر شوینی تعبت با کامرکانی دو که پیما از زوربه کمپانیکان هولی اوین که دیزاینی که زور جوان بخشنه بشی پشتوی موبایل کن به تعبتی تریش با موبایل اسبرزکان لباره که همون منزانی که اون بایلانی اسبرزن بشی بشی گشتی پیس که سیستمشی کامری به هیز و آلز لخوب گرن که از طوری که زور لخوه اگره به طیبتی با هستواری کامیرا کن. هر بای برای من سامسونگ دهنانشی گرنشی کردوه لبخشینی دیزاینی که زور جوان با تکل کردنی پرچه بشی پشتوی طیبت با کامیرا کن لگل دواری لاتنیشتی موبایلکه که برای من دیزاینشی گشگیری زور جوانی ببخشه. هر وها پیرش مانده چه که موبایلکه شکل باشترین شاشکن لخوه اگره که لهر موبایلکه ورده از به سال 2020 پاتریش از برز لخو اگره پی موه بل خو گرتنی او متابت من دی برزانه تو ایم بلن استه که زور باش پیشکش اگه که برگی روشه که طاقاتی اگره لکوتای شبیر مانده چه که ام موبایل خواهن کومل کامری از برز امو شنگرن تیر توانه هنانه و پیشوه ببری صد جار که اما استه که زور باشی پی بخشه و تابه تیتریش لسرو ده جار هنانه پیشوی تیشکی و که بردی که زور باشه خاطر رو بودی منکن ببرارد به نوی پیشو تری خوی و کمو جار زور سپاسی تایبتم هی با برس که اگوساما خواهونی کانال کردی ولوپرز با بشداری پیا کردنه لن ویدیو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شونکم اصدقائی انشاءالله الكل بخیر و اهلا و سهلا بیک اخ اساما طبعا تحیاتی ایلک على استضافتی في هذا الفيديو و تحیاتی لزملاء الموجودین ايضا في هذا الفيديو طبعا بالبداية احب اعرف عن نفسي اسمي خلدون محمد صانع محتوى تقني على اليوتيوب اختص بنشر فيديوهات وشروحات عن المجال التقني وايضا مراجعات الهواتف وشروحات متنوعة اخرى في مجال التقنية بالنسبة لسؤالك شنو الموبايل اللي راح اخذه وياي لعام 2022 فجوابي هو الشاومي 11T هذا الجهاز هو جهازي الاساسي اللي استخدمه طبعا اشتريته في نهاية عام 20 يعني اشتريته بشهر 11 في عام 2021
وراح استخدمها ايضا في عام 2022، والسبب انه انطاني امكانيات اللي اريدها في اي موبايل، من ناحيه المعالج، من ناحيه البطاريه والشحن السريع، من ناحيه الشاشه والصوت الاستيريو، وذاكره التخزين عاليه مع ذاكره عشوائيه ايضا كبيره. فبصراحه هاي المميزات اللي اريدها في الموبايل. تحياتي لك اخ اسامه، وايضا تحياتي مره اخرى للضيوف الموجودين وياك. شكرا لكم. سلام بينا يا عزيز بلون سوفتير ملا چانالی کورسنتیوب. امسالیش که اگه سامو بانگیش چکردیم بای بەژداربووین لحل بژاردنی باشترین موبایلی سال، که حل بژاردنی باشترین موبایل لو ساله دا یعنی قرارش یا آسانیه، بلام پیم وایا دتوانم بلام باشترین موبایل لو سال، یعنی لزورتشین رو پیم ما بی که باشترین بی اویش گوگل پیکسل 6 و تا زور آسه اکی اویش دکره تو بود سنو کارگ لوانا نرخی چی باش زور بی تاوندکانی از برزن و هبونی بادری چی باش و چندانی تر پیم وای اگر براور دیکیم با کمپانیا کانی تر و تا براند کانی تر لوانه هاوشه او موبایل ما هبی بلان بلو نرخنا و تا تایبت مندیگانی برزن نرخی کما و اوش واده کد که بلیم باشترین موبایلی سال گوگل پیکسل 6. زور سپاس. مرحبا یکم علی من قناه زونتک و شکرا للاخ اسامه على الاستضافه. و افضل جهاز راح اختاره لعام 2021 هو السامسونج S21 الترا لثلاث اسباب. السبب الاول هو دعم القلم، فبعد غياب الناس راح يكون هو البديل عنه. والسبب الثاني هو الكاميرات، فالجهاز يملك كاميرات خلفيه جدا ممتازه تعطيك نتائج تصوير ممتازه. السبب الثالث هي واجهة سامسونج المميزة والمستقرة، فهي هاي الأسباب اللي تخليني إنه أختار هذا الجهاز كأفضل هاتف لعام 2021. فمرة أخرى شكرا للأخ أسامة على استضافة وتحياتي. خوف أس أيو سردار مش كانالو روبال أخوي أيو سردار تقال هوا ما أم دو بحث تشكين ها باشترين موبايل بو سالة 2021 الدف من و بو چون أخو أزيد في فيديو دا بو هوا بيشم. لیک مبخو باشترین موبایل که من کاری نایی با موایی که درش S21 Ultra بو. طبعا تشتی از من ده هوش کریم دویم باری دا چه بود دمه دسپی که هاتی رونمایی که گلک یا واضح بو، یعنی رنگی توی گلک جان بو با من گلک هشت شاشا اوی موبایلی کرد. او چشتی دوی چه بو 120 هرتزیه بگو من مروف پدوی شاشه که کو یا سریع بیتن بوب کاری هنانه که مروف یه پی مرتاح بیتن. هر تشتی سیگه که از به منده هوش بیم او بو که کمپانی ها سامسونگ دیزاینه که گلک جان با ویمبایله چه کر بود، دیزاینه که زراف بو و کامیره بشوه که گلک جان درست کر بود. هر واسه تشتکی دیجی که من بخو گلک 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 حجه کریه که او جی او گردنا ویدیو 8K، یعنی او جیشتکی گلک باشه و او بو بو چونا من و هنجی شند بو چونا خود کومنت دا بو مبا بسن. يا هلا ويا مرحبا، شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير. شكر كبير للاخ اسامة على هذا الاستضافة الجميلة. طبعا كلش اعتذر على شكل الفيديو، ولكن امتحانات ودراسة وهذه الامور، فصعب اصور لكم فيديو من خلال الكاميرا بحكم انه يحتاج تعديل الوان وهيك امور، وامور تطول وتاخذ فيديو او تاخذ وقت طويل. بالنسبة لأفضل هاتف بعام 2021، أنا شخصيا جربته، كان هو جهاز الريلمي جي تي ماستر إديشن، والسبب أنه هذا الهاتف يملك مواصفات ممتازة جدا، كواليتي تصنيع ممتازة بالنسبة للهاتف من الفئة المتوسطة. أعتبره أنا شخصيا ملك القيمة مقابل السعر، وملك الكواليتي أيضا مقابل السعر. أما بالنسبة للجهاز اللي أنا أستخدمه ورح أدخل به عام 2022، فهو جهاز الهواوي P30 برو اللي تصور لكم حاليا من خلاله، واللي يقول ليش فأكو قصة حب ما بيني وبين هذا الهاتف. شكرا للأخ أسامة على هذه الاستضافة، ونلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله. تحياتي. السلام عليكم، شلونكم؟ إن شاء الله زينين، وياكم علي هادي علي. شكرا عزيزي أسامة على هذه الاستضافة، تحية حب واحترام لك ولكل المتابعين. سألتني سؤال، شنو الجهاز أو الأجهزة اللي راح أخذها من سنة 2021 إلى سنة 2022، أو شنو الأجهزة اللي استخدمتهم شخصيا خلال هذه السنة؟ طبعا بحكم طبيعة العمل دائما أجرب أجهزة وتغيرها بشكل مستمر حتى تسوي عليها محتوى. بالنسبة لي جهازين شفتهم مناسبات لطبيعة الشغل، مثل ما نعرف أنه كل شخص عنده مجموعة احتياجيات، دائما اختار الجهاز اللي تريده أنت، يعني شنو الأشياء اللي محددها. بالنهاية الميزانية هي اللي تحدد الجهاز اللي احنا نختاره. على العموم بالنسبة لي جهازين، الجهاز الأول اللي هو من شركة سامسونج الجالكسي
Z Fold 3. هذا الجهاز ليش أنا اختاريته؟ لأن أنا أعتبره عبارة عن ثلاثة أجهزة بجهاز واحد، هو عبارة عن موبايل، تاب، لابتوب، خاصة القلم اللي بيه فراح ينطيني حرية بالاستخدام خاصة بالتواقع الإلكترونية، فنقدر نقول هو جهاز مناسب للأعمال بشكل كلش كبير. الجهاز الثاني اللي استخدمته هو الايفون 12 برو ماكس. صراحة ما استخدمت 13 أو ما بدلته لسبب أنه استخدامي إليه بالستوريات، مثل ما نعرف أنه أجهزة الايفون من ناحية تصوير الستوري خاصة بتطبيقات الانستغرام والسناب شات راح تنطيني كواليتي كلش عالي، فهذه فت نقطة كلش مهمة ويحتاجها كل منشئ محتوى. فهذا هم أو هذول الجهازين اللي أنا استخدمتهم. خلينا نشوف بقية الشباب شنو الأجهزة اللي اختاروها. اگر تو حتی ویری گیش بی از دست خوشی التت کن. راست ویدیو اگه دریش بو لگرنگی یا خوشی هب بو کتبزانی تکنیکارت کردستان و عراق الدفوانا کش موبایل باشترین ها ساله بو یاندی کش موبایل دیل خوبم بو سالا بهتن. توشی شی بجدار بی پرگا کومنتا کش موبایل دفته باشترین ها ساله بو یاندی کش موبایل دیل خوبه بو سالا بهت. دوباره سپاس بوان همی حوال اوید گلمه دا بجدار بوین درست کرنا وی ویدیو ایدا و مرم و سره کش وی ویدیو هنی اوه کم وکر نوان تکنیکار تنه اد ویدیو اکا تای بد دا انشالات وقتت بید داده مهش تا کار تاو بش هبن اد گلک خب شین پتر خزمت دا وان کساب کن اوید حجوی بواره هنید کن و سخت کن اوی بواره هنه اش بیر نکن دسکریپشن ویدیو وکن دی لینکت کنالت وان حوالات دیدا بین اوید کد گلمه دا بشدار بوین درست کر نوی ویدیو اید دا و یکیش گرنگ ترین ویدیو ها راستی لدف من اوهی من اف کنال هنه درست کری الدمایی که سپاس بو هوا که حتا وی وقتی و سح کری ها ویدیو ها اشبیر نکن کنالم سبسکرایب کن و لایکش اشبیر نکن و هندی بشین ما که زیده تر سح کن ها ویدیو ها و ویدیویش شیر بکن اتگل حوالت خو تا ویدیو ها کادی تر بمینم خیر